إلى جانب التعاون في مجالي الاقتصاد والمناخ، أصبحت العلاقات الثنائية الثقافية أيضا بين الصين والولايات المتحدة أكثر توطدا وقربا من أي وقت مضى، وهناك أعداد متزايدة من الأمريكيين راغبين في القدوم إلى الصين لتعلم اللغة الصينية وتذوق المطبخ الصيني. حفل الاستقبال هذا تحول إلى حدث سنوي في واشنطن، فهو يهدف لزيادة تعزيز العلاقات الثقافية بين الصين والولايات المتحدة من خلال تشجيع عدد أكبر من الأمريكيين على تعلم اللغة الصينية والسفر إلى الشرق. ليس هناك أفضل من التبادلات بين الأفراد كمثال تبادلات طويلة العمد، تعلم لغات ودراسة ثقافات والعيش في بلدانها وكسب الخبرة التي لا يمكن للفرد الحصول عليها إلا على عين المكان. حضر الحفل أيضا مسؤولون سابقون في الحكومة الأمريكية وأعضاء حاليون في الكونغرس، وقد طلب منهم جميعا تقديم الدعم وحتى المبادرة بمثل هذه التبادلات. هضم الرعاية لهذا الحدث اسم 100,000 قوي، وهذا الاسم مشتق من مهمتها الأصلية التي ترمي لإرسال 100,000 طالب أمريكي إلى الصين، والتي تم استكمالها فعلا بسرعة فائقة. والهدف التالي الآن هو تمكين 1,000,000 شاب أمريكي من تعلم اللغة الصينية في الولايات المتحدة. نركز على توسيع تعليم اللغة الصينية بشكل كبير وتعريض ثقافي في أسعار الصين. نركز أيضا على زيادة الفرص المتاحة للطلاب من جميع الخلفيات للدراسة في الصين، ونريد أن نجعلهم يرتبطون مع الصين على مدى طويل بشكل مهني وفكري كمواطنين عالميين، وذلك من خلال شبكات متنوعة ومختلفة التي نحن بصدد حلقها حاليا. قدمت كارولا شاب ماكنين البالغ من العمر 23 عاما كأحسن مثال، حيث أنها انتقلت من مقر إقامتها في واشنطن إلى خانجو لتعليم اللغة الإنجليزية وتعلم اللغة الصينية، وهي الآن سفيرة في منظمة 100,000 قوي وتعمل على حث الآخرين على الاقتداء بها. أعتقد أن لدينا سوء فهم للصين استقيناه من التلفزيون، مثلما أغلب المعلومات حول دول أخرى التي نستقيها من الأفلام. عندما تسافر إلى الصين سوف تعيش تجربة سحرية، ستلتقي مع تلك الصديقة الصينية الرائعة التي ستعلمك كل شيء حول تاريخك ومن أين أتت، وتعرف أننا جميعا متشابهون لكننا في أماكن مختلفة من العالم، وهذه هي أكثر تجارب روعة يمكن للمرء أن يعيشها.